تجربة جديدة ولأول مرة في العراق، وعن طريق مركز الطاقة المتجددة والاستدامة، والتي تعتمد على استغلال الطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومخلفات الحياة اليومية لتحقيق خدمات مهمة، أهمها الطاقة الكهربائية للمنازل والمكاتب. المركز هو تجربة جديدة في العراق، تستخدم يعني طاقة الرياح وطاقة الشمس ومخلفات الحياة اليومية في تحقيق خدمات بأمس الحاجة لها الإنسان، متمثلة بتوفير الطاقة الكهربائية إلى المنازل. وكذلك الجديد الآخر أنه تصدر الفائض إلى الشبكة الوطنية، وهذا طبعا أمر يحقق منفعة كبيرة للبلد في ظل نقص الإنتاج في الطاقة. التجربة تحتاج إلى اهتمام القطاع العام بشكل كبير. هناك توجهات من القطاع الخاص للتفاعل مع القطاع العام في شراكات تحقق المنفعة من خلال اعتماد هذه التجربة والتوسع بمفاصلها. واستعرض خلال هذا البروتوكول الخطوات التي يتبعها هذا المركز والآلات المستخدمة في تجديد الطاقة وإنتاجها، وأهم الطرق التي يتبعها القائمون على هذا المشروع بتقنيات حديثة وبسيطة. مركز بغداد للمدن المستدامة قفزة نوعية بموضوع استغلال الطاقة، استغلال أمثل لخدمة المواطن وللاكتفاء الذاتي من كل ما موجود في البلد من طاقة شمسية، طاقة مياه، وطاقة رياح، وكذلك طاقات أخرى وثروات أخرى. اللي شفناه اليوم في مركز بغداد للمدن المستدامة الحقيقة يتطلب تحويله إلى برامج وإلى مشاريع نوعية وتطوير الصناعات الوطنية بموجبها. البروتوكول الحقيقة كنا ننتظره منذ زمن طويل، وخصوصا موضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. لطالما حلم العراق بأن يصل إلى هذا المستوى، والحمد لله بفضل الله تعالى اليوم نقطف ثمار جهود الأخوة العاملين على هذا الموضوع، على اعتبار أنه أصبح اليوم هذا استراتيجية عمل لدى كل الدول. واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا المركز يعد قفزة نوعية لاستغلال الطاقة بشتى أنواعها، ومن الممكن استغلالها في المشاريع الوطنية وإدخالها في الصناعات من خلال برامج التطوير والتوعية البشرية. لقناة السمراء الفضائية علي الحسني، بغداد.